عايز اقول كلام على الشناوي كابتن، عايز اديله حقه. الشناوي يعني السنه دي هنتكلم فعلا عن الشناوي وارقامه، وعندنا ارقام هايله جدا بالنسبه للشناوي، وكمان هنخش في مقارنات مع ابو جبل والمهدي سليمان ومحمود ابو السعود. نخش الاول على الشناوي، لعب 30 مباراه، يا ريت نشوف ارقامه. عنده 31 سنه، الطول 191، رقم 16. المباريات اللي بدون اهداف محمد الشناوي 24 مباراه، هي باينه اهي شباك نظيفه. هو دلوقتي في مقارنات مع المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع. محمد الشناوي لعب 30 مباراه، دخل مرماه 8 اهداف بس، شباك نظيفه 24 مباراه، والتصوبات تصدي 1-9. محمد ابو جبل لا دي 61-69. محمد ابو جبل لعب 20 مباراه، دخل مرماه 12 هدف، شباك نظيفه 11 مباراه، ونسبه التصديات 72 من 84. المهدي سليمان لعب 24 مباراه، دخل فيه 21 هدف، شباك نظيفه 10، وتصديات 54 من 75. ابو السعود 30 مباراه زي الشناوي بالظبط. نبص بقى على الارقام، دخل مرمى 28 هدف، شباك نظيفه 9 مباريات، تصديات 89 16. فرق كبير جدا بين الشناوي وبين اللي بعديه كمان. لا الشناوي كابتن احنا اتكلمنا فيه، اتكلمنا عليه كتير، واتكلمنا وقلنا ان احنا لازم نديله حقه. الشناوي من المواسم اللي عمره ما ينساه في حياته، المميزه، المميزه في حياته، لان فعلا الراجل يعني عمل موسم هايل. الارقام كلها موجوده والارقام هي اللي بتتكلم. انا عايز اتكلم في نقطه مهمه برضو يا كابتن، بعيد عن الارقام. الراجل الشناوي اتكلمنا فيها كتير برضو، ان الراجل بيجي في اوقات معينه من المباراه بيبقى النادي الاهلي عليه ضغط كبير جدا. تمام. وبيصد حاجات بتبقى في اوقات يا كابتن اسامه، ان انت ممكن الماتش ده يروح منك، يعني زي ضربات الجزاء المؤثره وانفرادات. هاي. وانفرادات كمان يعني. هاي. يعني انفرادات، انا الشناوي شايل حوالي 4 أو 5 انفرادات مؤثرين في ماتشات مهمه جدا في صحيح. في كانت قبل حسم الدوري على طول صحيح. يعني حتى ضربه الجزاء اللي صدها في في في, في ماتش الوداد هناك، شايف ان ضربه الجزاء دي غيرت مجرى المباراه تماما، لان النادي الوداد لو كان جاب الكره دي كان الوضع كان هيختلف، وما كانش النادي الاهلي كان ممكن ان هو يكسب المباراه، كان الوضع هيختلف تماما يعني. لكن انا برضو الشناوي انا عايز اقول ان هو عمل موسم هايل.